أدبي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، استكمالا لدروس منهج التفسير للصف الثاني متوسط للفصل الدراسي الأول، تفسير سورة الجمعة من الآية رقم 5 إلى الآية رقم 8. قبل أن نبدأ في خوض هذا الدرس، هناك عناصر للدرس وأهداف لابد أن نتعرف عليها قبل بداية الدرس. ما هدفنا من هذا الدرس؟ ماذا أريد أن أتعلم من هذا الدرس؟ 1، قراءة الآيات قراءة سليمة. 1، قراءة الآيات قراءة سليمة. 2، التعرف على موضوع هذه الآيات. 3، أبين معاني الكلمات الغريبة. 4، أفسر الآيات تفسيرا سليما. 5، أذكر فوائد هذه الآيات. هذه عناصر درسنا لهذا اليوم، وهذه أهداف درسنا. بسم الله نبدأ. كثيرا ما يضرب الله تعالى الأمثال لعباده ليقرب لهم المعنى المعقول بأمر مشاهد محسوس، ليرسخ المعنى ولتنفر النفوس من الوقوع في عمل مشابه. نقرأ الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. طبعا لنتعرف سويا على موضوع هذه الآيات. موضوع الآيات التحذير من مشابهة اليهود في ترك العمل بالعلم وادعائهم أنهم أولياء الله. هذا موضوع هذه الآيات. بالنسبة للمعاني الكلمات الغريبة في هذه الآية، أسفارا معناها كتبا، أسفارا كتبا. هادوا معناها تدينوا باليهودية. هادوا تدينوا باليهودية. تفسير الآيات: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. من الله عز وجل شبه الذين لم يعملوا بالتوراة بالحمار الذي يحمل كتبا لا يدري ما فيها. شبه الله الذين لم يعملوا بالتوراة بالحمار الذي يحمل كتبا لا يدري ما فيها. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. قبح مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ولم ينتفعوا بها. والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يوفق الذين يتجاوزون حدوده ويخرجون عن طاعته. طبعا الآية هذه ماذا تفيد الآية هذه؟ أن اليهود لم يكونوا يعملون بما في التوراة المنزل عليهم، ومنه الأخبار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا غضب الله عليهم.
فكر أخي الطالب، شبه الله تعالى الذين لم يعملوا بالتوراة بالحمار. لماذا شبههم الله بذلك؟ لأنهم لم يعملوا بما في التوراة المنزلة عليهم، لأنهم لم يعملوا بما في التوراة المنزلة عليهم. ما العبرة التي نستفيدها؟ طبعا العبرة التي نستفيدها هي موضوع الدرس، وجوب العمل بالعلم، وجوب العمل بالعلم. فترك العمل بالعلم من صفات اليهود. ما هي صفات اليهود؟ هي ترك العمل بالعلم. قل يا، استكمالا لتفسير الآيات، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، إن ادعيتم أيها اليهود كذبا أنكم أحياء الله دون غيركم من الناس، ماذا يتمنون؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في ادعائكم حب الله لكم من دون الناس، ولا يتمنونه أبدا. هل يتمنون الموت؟ لا، مستحيل. ولا يتمنى هؤلاء اليهود الموت أبدا بسبب ما قدموه من الكفر والظلم، فهم يخافون العقوبة، والله عليم بالظالمين، أي لا يخفى عليه من ظلمهم شيء. إضاءة: هذه الآية فيها إعجاز غيبي للقرآن، حيث بينت أن اليهود لن يتمنوا الموت أبدا، وقد وقع فعلا ما أخبرت به الآية، فلم يتمنوه وقد كان بإمكانهم تمنيه من أجل معاندة القرآن ولم يفعلوا، لعلمهم بأنهم كاذبون في دعواهم وأنهم أولياء لله من دون الناس. استكمالا لتفسير الآيات: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل إن الموت الذي تهربون منه لا مفر منه، فإنه آت إليكم عند مجيء أجالكم، يعني إذا جاء أجل اليهود لا يؤخره الله، ثم تردون، أي متى تردون؟ يوم القيامة، إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم كل غائب وكل حاضر مشاهد، فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآيات تبين كذب اليهود في دعواهم أنهم أحباب الله وأن الله تعالى لن يعذبهم، وذلك بتحديهم أن يطلبوا الموت إذا كانوا صادقين. لا يمكن لليهود أن يتمنوا الموت، لعلمهم بأنهم كاذبون في دعواهم وأنهم ظالمون، أن الموت في النهاية، أن الموت نهاية كل مخلوق حي. ما هي نهاية كل مخلوق حي؟ الموت، ولا بد أن يكون بعده البعث والجزاء والحساب، فعلى العاقل أن يستعد لهذا المصير المحتوم. آثار سلوكية: أتزود من الأعمال الصالحة حتى أحب لقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقائه. طبعا نأتي إلى التقويم: سين واحد، علل: شبه الله تعالى اليهود بالحمار يحمل أسفارا. لماذا شبه الله تعالى اليهود بالحمار يحمل أسفارا؟ لعدم عملهم بما في التوراة المنزلة عليهم، لعدم عملهم بما في التوراة المنزلة عليهم. سين اثنين، كيف بين الله تعالى كذب اليهود في دعواهم أنهم أحباب الله؟ ذلك بتحديهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين، أي بتحديهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين. سين ثلاثة، استنبط فائدتين من قول الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. واحد، أن الموت نهاية كل حي. اثنين، يجب العمل للحساب بعد الموت. سين أربعة، بين معاني الكلمات التالية: بئس مثل القوم زعمتم تردون،
بئس مثل القوم أي قبح مثل القوم، قبح مثل القوم، معنى كلمة زعمتم أي ادعيتم، معنى كلمة تردون أي ترجعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.